الانتقال المعنوي في القرآن أحيانا يظهر لك أنه مسدد، لأن يعني القرآن نزل مقطعا منجما، يعني الآية بين الآية والآية قد تكون بينها سنوات لا تكون مباشرة، ثم النبي يقول هذه ألحقوها بهذه. لذلك مثلا تجد آية تطهير أهل البيت مع ذكر زوجاته، وإن كان بينهما فصل معنوي فصل وقتي، التطهير لم تنزل في الزوجات. لذلك لما نزلت الآية تلك الآية تحديدا إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، النبي جاء بكساء وأدخل علي وفاطمة والحسنين قال لهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهركم. كانت السيدة أم سلمة في بيتها كانت قال لو أدخل أنا يا رسول، قال أنت على خير، لم يطلع لم يتركها تدخل معه. فلذلك المدرسة السنية التي تمضي أكثر بالأثرية وتميل الأموية وفيها ما فيها من مزاحمة أهل البيت يدخلون الجميع، لا السيدة خديجة بأن أم فاطمة موضوع آخر غير بقية الزوجة، وتبقى الزوجة زوجة وأم المؤمنين ومقامها عظيم والصحابي صحابي. أما موضوع مزاحمة أهل البيت هذا موضوع حقيقة سيء جدا وولد ما ولده.